حابين اليوم شو وعد جمهورك بهذا الموسم الجديد؟ لانه كثير حبوك من الموسم الماضي ونسبه جماهيريتك ضاعفت مثل ما بيقولوا. يعني انا بحب قوي برنامج ذا فويس بصراحه، وانا شايفه ان الموسم ده قوي جدا، موسم استثنائي، وانا متحمسه له قوي وحباه جدا باصواته، بالمدربين اللي فيه، بكل الظروف والاوقات الحلوه اللي عشناها لحد دلوقتي. طبعا احنا لسه ما صورناش كل حاجه، صورنا بس جزء صغير اللي هو مرحله الصوت وبس، وبقول لك انها خطيره. يعني حقيقي الموسم ده موسم حلو قوي، بشجع كل الناس انها تبتدي تتفرج من اول حلقه الاسبوع الجاي. اليوم اللي بشوفك وبشوف ياسر حد بعضكم بقول انه في كتير كيمياء بتجمع بيناتكم، خصوصا الروح المرحه والفكاهيه اللي مبينين اتنيناتكم، روحكم نخشه مثل ما بيقول. ياسر حقيقي شخصيه لذيذه قوي وشخصيه بسيطه، و يعني تتعرفي عليه بسهوله وكانك عرفتيه من زمان، عارفه الشخصيات دي. فانا مبسوطه جدا انه بيشتغل معايا، كل الناس اللي شافونا قالوا ان الكيمياء دي موجوده ما بيننا. لحد دلوقتي ما صورناش كتير مع بعض لانه لسه كل واحد فينا بيصور جزء في المرحله اللي فاتت، لكن طبعا يعني اتشاركنا بعض المواقف والحتت اللي صورناها فيها مع بعض. مبسوطة قوي انه هيكون معايا لانه هو حقيقي يعني مذيع شاطر قوي، اكيد هتعلم منه واتعلمت منه اوريدي حاجات كتير. ف يعني ادعوا لنا بقى واتفرجوا علينا. راقبتي حالك على بالموسم الماضي؟ لانه هلا اكيد انت كان عندك عطله. في اشخاص قبل ما يبلشوا بالموسم الجديد سيزون جديد بيطلعوا بالسيزون اللي قبل، بيحضروا كل الحلقات وبيشوفوا اذا كان في شيء ثغره معينه، هل لجأت لهذا الامر؟ ان انا اتفرجت على الحلقات الموسم اللي فات يعني. لا لا لسه بصراحه ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت، بس انا اوريدي دخلت في الموسم ده، فبقول لك انه الاصوات حلوه قوي، مش محتاجه ان انا اتفرج على الموسم اللي فات لان الموسم ده قوي جدا واستثنائي وانا مبسوطه بيه قوي. لما هتتفرجي هتعرفي ليه، لانه هي موسم قوي جدا.